فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يسارع إلى التضحية أو ذبح الأضاحي في بلاد أخرى غير بلده لأنها أرخص سعرا. هذا خلاف السنة. الأضحية تذبح في البيت ويأكلون منها ويتصدقون ويفرحون بها، شعيرة تقام في البيوت ما تروح للخارج. إذا بغيت تصدق على المحتاجين روح صدقة، ما تروح الشعيرة هذه وتخرجها من مكانها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.